عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الكيكة السهلة الرائعة لذيذة، والاهم من ذلك انها اقتصادية، كتحضر ببيضة واحدة. اذا ننتقلوا الى طريقة التحضير. بعد قبل ذلك نتمنى ديروا لايك، واللي مازال ما اشترك يشترك باش نشارك معكم كثير من وصفات الناجحة ان شاء الله. غادي نجيبوا بيضة بحرارة المطبخ، نضيفوا لها رشة من الملح و 60 غرام من السكر. انا هنا عندي هذا الكوب المعياري اللي هو ديال نصف الكوب وغير مملوء، يعني نصف الكوب الا ربع، اللي ما عندهمش طبعا ميزان يقدروا يستعملوا هذا المعيار، نصف الكوب الا ربع من سكر حبيبات، او نجيبوا كاس من اللي كنشربوا به الشاي يكون صغير وهو اللي نقيسوا به باقي المكونات ان شاء الله. سنضيف ايضا كيس من الفانيلا، وغادي نخلطوا هاد المكونات جيدا الى ان يصبح لون الخليط فاتح. هاد المرحلة مهمة جدا في تحضير الكيك. نفس المعيار ديال الزيت النباتي، 60 غرام من الزيت او هاد الكوب ديال نصف الكوب يكون غير مملوء الا ربع طبعا. كنخلطوا هاد المكونات ايضا، ثم راح نضيفوا علبه من اليوغورت، اي نوع يوغورت متوفر عندكم. انا عندي بنكهه الفواكه يعني، وفي قطع من الفواكه ممكن تستعملوا الفانيلا او حتى اليوغورت الطبيعي المحلى. طحين، عندنا 180 غرام من الطحين، وعندنا 12 غرام من خميره الحلويات. غادي نضيف الطحين، لكن انا نسيت ما قلت لكمش اننا ايضا نضيف نفس المعيار عصير. انا عندي عصير التفاح لاني غادي نزين الكيكه بالتفاح، اذا 60 غرام من عصير التفاح او كوب صغير من عصير التفاح. واضفت في اخر مرحله انا كنضيف خميره الحلويات. طبعا في هذه الاثناء كيكون الفرن مسخن يعني بدرجه عاليه، كنحطو 400 فهرنهايت. وجبت الصينيه اللي غادي نحط فيها الكيكه، دهنتها بقليل من الزبده ورشت عليها جوز الهند المحلى، كيعطيه واحد القرمشه ولون محمر. ممكن ايضا ترشوها بشرائح اللوز اذا حبيتوا. وعندي حبه من التفاح قطعتها شرائح وعصرت عليها قليل من عصير الليمون. ها هو مثل ما كتشوفوا الكيكه هنايا الحجم ديالها، من بعد غتتضاعف، هي كميه قليله لكن صدقوني غتتضاعف وتعطيكم كيكه بحجم معقول. زينتها بشرائح التفاح وزينتها ايضا بشرائح جوز الهند المحلى، او ممكن زينوها بالزبيب او اللوز، طبعا شرائح اللوز. ها هي تحمرت جيدا، رائعة لذيذة، وصدقوني لازم تجربوها، واقتصادية انك غادي تستعملوا فيها بيضة واحدة فقط، وتحصلوا على نفس النتيجة اللي الكيكة اللي تحضروها باربع بيضات او اكثر. نتمنى تكون عجبتكم فكرة اليوم، ومثل ما قلت اذا حبيتوا تشوفوا وصفات اخرى ان شاء الله ناجحه اشتركوا في القناه، وما تنساوش ديروا اللايك باش تشجعوني. اكيد اترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.